ومن الاخر ابو عادل بيقدم محتوى فاخر وجاي لك النهارده باقوى تشكيله ممكن عينك تشوفها والله العظيم. بس قبل ما نخش على التشكيله عايز اقول لك ان احنا فضلنا حاجات بسيطه بس ونوصل ل 183 الف مشترك. مبوي اللي انا بحبه اللي أنا خلاص قربنا يا جدعان نوصل ل 200 الف. لو انت لسه جديد اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان نوصل للحلم يا جدعان باسرع وقت. وعشان ما اطولش عليك يا قلب اخوك قول طول يا ابو عادل. ليتس جو يا جدعان نخش على التشكيله بتاعتنا بقينا اوفر 135 وطبعا ده انجاز والله العظيم انجاز ان احنا نوصل لاوفر 135 والسكيل بوست بتاعنا لسه 19. احنا فاضل لنا بس واحد بس وحرفيا نختم اللعبه مع بعض يا جدعان ونوصل لاوفر 136. بس قبل الحوار ده كله تعالى اقول لك بقى ايه على خازوق. كنت هبلع اقسم بالله خازوق قد انت فاهم ابو عادل ملك الخوازيق خازوق قد كده تمام. المهم دلوقتي يا جدعان لو جينا عن طلباتي هتلاقوني طالب مين؟ هتلاقوني طالب الوقت مالتيني ب 300 مليون تمام؟ دي مش مشكلتنا. والناس يا جدعان طالبين يشتروا مالديني برضه ب 300 يا عم دي مش مشكلتنا لحد دلوقتي. هنسيب مالديني تمام؟ نستلم فلوس الواد كورتوا 90 مليون بقى معايا دلوقتي 199 مليون قول 200 مليون يا عم دي مش مشكلتنا اهدى بس كده. لو جينا انا بقى يا جدعان في ايفنت جديد نزل فيفا بس الكل مش واخد باله منه خلاص والله العظيم والله ما حد فاهم. انا اوريك دلوقتي الايفنت مهرجان الالوان مهرجان الشواذ بمعنى اصح الوان ايه يا اسطى الو. المهم يا جدعان ده مهرجان الشواذ اللي هم بيقولوا لنا عليه تمام. لو جينا هنا بيقول لك باكا 112 عرض مهرجان الالوان يا جدعان. لو جينا هنا بسيط انت هتاخد لاعب ال ال ان واي ده اللعيبه دي نادره وحرفيا يا جدعان اي لاعب فيهم بيتباع. وهتاخد لاعب بلس 106 مين بقى؟ اقل لاعب 110 يا حبيب قلب اخوك وضرب نار اقسم بالله. فانت فاكر ان ابو عادل هيعدي اللحظه دي؟ مستحيل اعديها. وموجود مين معانا بقى يا جدعان؟ موجود زيدان والظاهره ومالديني يعني يعتبر حرفيا اغلى يعني بقى امبابي وميسي اغلى خمس لعيبه موجودين في الباكا. وانت بقى فاهم تعال نبص كده على يعني اللاعب ال 108 ممكن يطلع لك بنسبه 10% واللاعب ال 112 1% فاهم. ولاعيبه ال ال ان واي يعني صباح الفل عليهم اقسم بالله 16 في يعني النسبه ضايعه فيها. فاحنا يا جدعان جايين نجرب الباكا دي مع بعض وانتوا اللي هتقول لي هل نختم الباكا يا جدعان ولا ما نختمهاش. الباكا بتتختم في حدود 25000 فيفا بوينت. لو انت عايز نختمها نختمها اقسم بالله. ومن الاخر ابو عادل بيقدم محتوى فاخر يا جدعان ويلا بينا نجرب الحظ في باكه واحده. نجرب الحظ في باكه واحده ولو الحظ حلو هنكمل عليها ونختمها بكره ان شاء الله يا جدعان. طبعا ده ايفنت جديد هينزل يوم الخميس الجاي باذن الله يا جدعان. ولك روح يا ابو عادل لك روح. ايوه مين؟ لاعب 107 يا خرابي يا عرابي ارجنتين فيرون ايوه الواد الواد ابو شعر يا جدعان ابراهيم ده زانيتي ولا ده ولا ده ولا الو فيفا مش كده كلهم ارجنتينيين يا جدعان. اوبا كسبت بنزيما كسبت بنزيما. لا 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 هالشي ابدا مصاير. كسبت بنزيما يا جدعان يا خرابي الو كريم بنزيما يا جدعان الحظ نار في الباك حرفيا والله العظيم الحظ. بكره انتظر ابو عادل بكره هو بيختمها يا حبيب قلب اخوك تمام. يعني انا قلت لك الحظ انا قلت هنشوف الحظ. بنزيما بيتباع بنزيما عم بص على بنزيما اكيد اكيد مصر كلها كسبته بصراحه. لا حلو قوي يا جدعان 20 طلب بس يعني يتباع يعني ممكن يتباع ب 30 مليون حلو قوي. والواد زانيت كذلك مش زانيت هيتباع بس هياخد له كام يوم الاول فاهم. حلو قوي 900 طلب يعني ممكن يتباع في يومين ثلاثه. بس ان احنا نكسب بنزيما ده حوار والله العظيم حوار. تعالى كده اما نشوف ايوه عام كامر جديد نشوف اللعيبه يا جدعان. حرفيا اللعيبه مفيش منها نسخ كتير مفيش منها نسخ كتير. تعالى بص كده تعالى نشوف على الواد كوناتي كله عشرينات يعني كله بيتباع. زانيولا ده يا جدعان كان بيتباع ب 50 مليون اقسم بالله. والواد جيمس ايه الاخبار يا جيمس كله بيتباع يا حبيب قلب اخوك احلى ملايين هتعملها. وكسبت بنزيما من اول باكا تمام. طب بما ان الحظ حلو معانا تعالوا نكمل. احنا داخلين هنجرب التشكيله دلوقتي مع بعض يا جدعان تمام. بس قبل ما نجربها تعالى نفتح لنا باكتين هنا ان شاء الله يطلع لنا الشين او دروجبا اللي انا نفسي فيهم حرفيا والله العظيم. نفسي اجرب دروجبا يا جدعان بس غالي غالي عليا. ايوه مين
كوليبالي كوليبالي 105 خلصان. تعال كوليبالي 105 مش بيتباع 11 مليون حلوين او ممكن نحتاجهم يا جدعان. ويلا بينا نخش على الباكة التانية. الحظ نار يا جدعان، كسبان بنزيما حركات تمام، سيبنا الواد بريجو وحش قوي ملوش اي لازمه. يلا يا جدعان استنى على الشباب الله، عملت اللايك عملت الاشتراك ويلا بينا يا حبيب قلب اخوك نخش نجرب تشكيله الاعدام بتاعتنا. ويلا بينا نخش قدام مين؟ يلا بينا داخلين دلوقتي قدام مين يا جدعان؟ داخلين دلوقتي قدام محمد كانج. تعالى يا حبيبي، يا خرابي يا عرابي، ازاي محمد يا جدعان بالتشكيله دي دخل قدامي؟ والله انا ازاي اصلا دخلت قدامه؟ ده الهجوم عنده 118، الوسط 119، الدفاع 114، يعني فاهم في دغدغه هتحصل في الماتش ده يا جدعان. استنى على الشباب الله، ناس كتير سالت على العضله، ما تقلقش يا حبيبي قلب اخوك العضله موجوده وخلاص، الصيف داخل وهنشوف ابو عضله يا جدعان. فان بيرسي يا خرابي على عرضي، ايه ده؟ في ايه يا اسطى؟ ديسلايك ليه طيب؟ طب تعال والله انت اللي جبته لنفسك. تمام ماشي، ادي تاني فان بيستن، رجع فان بيستن بتحت بسرو، ايوه ادي لفوق يا خرابي. ماشي يا بدر ماشي. الو في لاج والله يا جدعان، والله لاج. ايوه اجري ماشي، ما جاتش حلو. ايوه ادي له اول جون عشان تبقى تعمل ديسلايك بقى يا عم. عشان تاني ماشي، تمام خلصنا ابو كينج، خلصنا حبيب قلب اخوك. طبعا يا جدعان التشكيله نار، ما الكره ما بتتقطعش بسهوله فاهم، انت عشان تقطعها لازم تخز كده بمطوه في جنبه ولا تثبته. والله اصل انت داخل تلعب قدام بلاك وهنري وكانتونا اسامي كبيره، والله العظيم اسامي كبيره يا جدعان، فصعبه قوي. فين الماوس؟ بس حلو قوي، اجري زامباراكس على الثاني، زامباراكس يا جدعان يجري ويضم الواد زامباراكس. وارتو جميله بقى، يا خرابي على الحارس اللي شالها، يا خراب على الحارس. بدر تعالى بدر، تعالى بدر، تعالى انتشك سبعه زي الواد رايح بانفراد. الو التعادل. ماشي اخره الاستهتار، جي جي خد ديسلايك، انا هديك بتعمل لي جي جي. ماشي يا عم، خلصانة يا عم ماشي. اللي انت شايفه غلط اعمله، بس الماتش لسه طويل. تمام الماتش لسه طويل، نرجعها كده لتحت. ايوه اجري يلا فان بيستن، خدها فان بيستن، ما جاتش. تمام ماشي، كنت هعمل له الجليتش يا جدعان. فاول على ايه طيب؟ حكم مرتشي من دلوقتي، يا رب يبص اللي قدامي، يا رب لو بص اللي قدامي اعتبرها جو. بص اللي قدامي، ما بصش اللي قدامي. الو يا ولا كورتوا فلوس حلال يا جدعان، مش دي فلوس حلال اقسم بالله. ايه ده يا ولا كورتوا؟ قفل برد، رحت برشلونه امتى يا اسطى؟ يلا تاني، انت مصمم يعني فيفا مصممه تدي له جون؟ والله العظيم روح كانتونا هندي هنا، معلش بس بعد اذن اللعبه. ايوه فان بيستن العالمي، فان بيستن ايوه كده افتكرته هيضيع. الحمد لله خد دسلايك يا، خد دسلايك ابلع لك. تشكيله نار بس ادفع زفت اقسم بالله. الواد زمبروتا يا جدعان بلاحظ ان هو بيهاجم ما بيدافعش، فان شكله اغيره واجيب الواد هرنانديز. تمام شك بصراحه شكله اغيره، بس يلا ماشي. شايفين فين بقى زمبروكس؟ فين زمبروكس؟ الو عرضية ركنية معدية جت جون ماشي تمام الحمد لله. خش يا جدعان 2-1 فاول شوت، ده فاهم، ده انا لسه ممكن اعملها هجوم وتخدغه اقسم بالله. ده انت فاهم، تعالى فالفيردي تعالى بتعمل يا اسطى مهارات تعالى بيعمل مهارات للجماهير يا جدعان. ادي له اجري، عايز اعمل حته تغيير ملعب جميله كده هعملها لك دلوقتي. تعالى يا حبيب قلب اخوك، اوبا هندا حكا بيعمل انت كمان الواد نار يا جدعان. طب بص الكره دي يا حبيب قلب اخوك، بص الكره دي وبص الكره، شوت يلا شوت يا سلام يا ايه ده؟ زمبروكس ايه اللي جابك هنا؟ الو ثانيه الو يا اسطى، انت مدافع جاي تهاجم ليه؟ مش فاهم. تسلم على الجون، وجون رائع والله، جون جميل، بس انت انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت مكانك مش هنا، بس خلصانه جبت الجون يا جدعان،
بالطريقه اللي انا بعملها دايما. وجي جي يا عم، خد يا عم جي جي يا عم، عشان خاطر كنت بس والله العظيم يا جدعان. التشكيله مر، والجون اللي انا جبت، الجون اللي دخل فيها يا جدعان ده غلطه من سامبروكس والله، وشكلها هبيعه. انا اللي بيغلط غلطه مفيش، فاهم؟ اوبا اوبا، فان بيستن رسع، فان بيستن اديله الرابع، فان بيستن ده المان يونايتد ده ولا ايه؟ الو ليفربول، فعلا ليفربول والمان يونايتد ده خراب يا عربي. ناقص لابو صلاح بس فاهم، واتنين اسيست واتنين جونين فاهم، الحوار انتهى. الواد فان بيستن يا جدعان وحش، مكنه اقسم بالله مكنه يا جدعان. خش على اللي بعد، خش على اللي بعد، الخامس جاي والسادس والسابع. بيضيع وقت ماشي، بلا هو بيضيع بس بالشياكه، بيضيع وقت بس بالشياكه بس تمام يا عم. مش كده مش كده، الله يخرب بيتك يا بس مش كده. هات الكوره، خد تعالى فيران بس، خد انت عشان جبت جون يا اسطى تشوف نفسك. بس الواد ايه ده؟ الو الواد عدى منهم ازاي يا جدعان؟ ده كان عايز يعمل ار2 كمان. الو شباب، ثم خلاص يا اسطى جي جي كله تمام، بس سيبنا نركز عشان نجيب السابع يا اسطى. جدعان الواد بيهاجم. الو هات الكوره بس كده يا ولا جرانشا، فلوس حلال ده يا جدعان، فلوس يا لهوي يا ولا جرانشا يا خراب. يا ديونج يا ديونج يا ديونج، ما ينفعش يمسك ازاي بقى؟ ازاي يا اسطى؟ ما راجع من ما راجع من الدفاع بتاعك يا اسطى. ده 75 الوضع، الوضع لحد دلوقتي حرفوش، الوضع بيتحرفش يا ولا يا ولا. ما غلطة مني، المفروض ما كنتش اعمل مهارة، المفروض ما كنتش اعمل مهارة، بس قشطة تمام. اه صاحب الشوط التاني ماله ممل قوي، انا عايز اشوف اربع خمس اهداف بصراحة كده يعني، ما جاش غير جون واحد يعني وحش قوي. فران توريس الواد ده يا جدعان هيعمل عرضية، ما عملش عرضية الحمد لله يا ولا. الكرة طلعت بس الحكم مرتشي، انا اللي بقول لك والله، انا اللي بقول لك ان الحكم مرتشي يا اسطى. يا اسطى الواد ديونج عامل لي عقدة، ديونج ديونج 103 ولا ديونج 104 100 وك... والله نسي ماشي، بس هو عامل لي عقدة يعني عموما يعني. ايوه كمان يا حكم يا حكم ماشي، عاش عاش. هو ماتش حلو، ماتش حلو مليء بالاهداف والاثاره فاهم، وانا بصراحه استمتعت بيه، لكن انا كنت اطمح للسبع اهداف يعني. انا جايب اربع تجوان يعتبر في شوط وثانيتين فاهم يعني ماشي. شوط خمس تسديدات على المرمى يا جدعان، منهم اربعه في الجون، دقه التمرير 74%، فبصراحه يعني التشكيله نار، التشكيله نار. انت بتعمل ايه يا ابو عادل؟ ده انا مهام يوميه الهداف، انت بتعمل ايه يا ابو عادل؟ الو تشكيله نار يا جدعان، وتمرير حاسمه يعني، في حوارات حصلت يا جدعان، في حوارات حصلت في المشانات تمام. ايوه خلصها، وان شاء الله يا جدعان ان شاء الله باكت بنزيما واللعيبه ال 112 هتتختم بكره. حبيب قلب اخوك، تعال نشوف بنزيما، انا عايز اعرف الريفرش بتاعه امتى علشان نبيعه اول ناس يا جدعان. يعني بقى 28 ده بيتباع، بيبقى في منه بيتباع يا جدعان، حلو قوي حلو قوي. وانت يا عم، انت عم يعني ان شاء الله. بس كده يا مالدين، الجاب يا مالدين، عايز الشريك يا مالدين، مش كده يا جدعان؟ بقى معايا 200 مليون بالظبط يا جدعان، 200 مليون بالظبط. وان شاء الله الباكه بتاعه بكره مش هنسيبها ونختمها، وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده مش هقول لك مع السلامه، لا انت كده كده تشوفني الفيديو الجاي وبي. لا ثانيه كده، ثانيه الو ثانيه، نشوف بس حاجه نزلت يا جدعان مع مهرجان الوان في بتاع كده، كنت عايز اعرف 500 فيفا بوينت كام باكه؟ 10 باكات، 10 باكات ب 5000 برضو، واللعيبه اللي فيها اعلى لاعب 107، ولعبت ال ان واي اعلى لاعب 101، فانا بقى يعني ومش محتملين كمان، فانا بقول بصراحه فاكس. واحنا نفتح بس يا جدعان على اللي جالنا منها بنزيما، ومش هقول لك مع السلامه، انت كده كده شفت الفيديو الجاي ان شاء الله، وبيس.